الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين. أما بعد، لقد استجاب الله دعوة نبيه إبراهيم عليه السلام، وجعل الكعبة البيت الحرام مقصد الملايين من المسلمين يؤمونها كل عام من كل فج عميق من مشارق الأرض ومغاربها، على اختلاف أجناسهم ولغاتهم، كبارا وصغارا، فقراء وأغنياء، وعربا وعجما، لأداء هذا النسك العظيم. وإن لأعمال الحج وشعائره فوائد وحكما عظيمة ومزايا جليلة، لو أدرك كثير من المسلمين مغزاها لتسابقوا إليها. فالحج مؤتمر إسلامي سنوي هائل يجتمع فيه الملايين من المسلمين، يجتمعون على كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، فيدعون ربهم وخالقهم ويتعارفون ويتآلفون هناك في هذه الأرض المقدسة، يتفاهمون ويتعاونون على الخير حتى يكونوا أقوياء على الشيطان وأعوانه. هناك يا إخوة الإسلام تتجلى معاني الأخوة والمواساة بين المسلمين، فالحجاج جميعهم قد خلعوا الملابس والأزياء المزخرفة ولبسوا لباس الإحرام الذي هو أشبه ما يكون بأكفان الموتى، قائلين لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وهم متجردون من مباهج الحياة الدنيا الفانية، صغيرهم وكبيرهم، غنيهم وفقيرهم، كلهم عند الله سواء، لا يتفاضلون إلا بالتقوى، كما أخبرنا الحبيب الأعظم المعلم الأكبر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. والحج إخوة الإيمان والإسلام تمرين عملي للإنسان على الصبر وتحمل المشاق والمصاعب ومواجهة مشاكل الحياة لنيل الدرجات العلى والفوز بجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فهو باب واسع للخيرات والثواب وللتنافس على فعل الطاعات التي هي زاد للآخرة، كما قال الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. إخوة الإيمان، عندما يرفع الحاج صوته بالتلبية قائلا لبيك اللهم لبيك، فإن هذا الموقف والنداء يذكرنا بيوم القيامة عندما ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور، وتنشق القبور، ويخرج الناس من قبورهم أفواجا، ويحشرون وهم على ثلاثة أصناف وأقسام: قسم طاعمون كاسون راكبون، وهم المسلمون الأتقياء الذين أدوا الواجبات واجتنبوا المحرمات، وقسم يكونون حفاة عراة وهم المسلمون العصاة أصحاب الذنوب الكبائر، وقسم يحشرون ويجرون على وجوههم إهانة لهم وهم الكفار. وعندما يقوم الحاج بالسعي بين الصفا والمروة، يتذكر الحاج مجيء سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى مكة المكرمة مهبط الوحي التي جعلها الله آمنة مطمئنة. فالسعي بين الصفا والمروة فيه حكمة عظيمة ورمز لإحياء أثر من الآثار القديمة المباركة. ففي هذا المكان كانت هاجر أم إسماعيل، وقد تركها نبي الله إبراهيم عليه السلام مع ولدها إسماعيل في ذلك المكان المبارك من مكة، حيث لا زرع ولا ماء، فتوكلت على الله، فما زالت تتردد في هذه البقعة المباركة بحثا عن الماء لها ولابنها بين الصفا والمروة، متوكلة على الله تعالى، حتى كشف الله كربتها وفرج شدتها وأخرج لها ماء زمزم الطيب المبارك. يقول الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وأما الوقوف بعرفة ففيه حكمة عظيمة وذكرى جليلة،
فإن الحاج يرى الحجاج بالآلاف المؤلفة فوق عرفات، ويرى شدة ازدحامهم، ويسمع ارتفاع أصواتهم بالدعاء لله الملك الديان، متذللين خاشعين يرجون رحمته ويخافون عذابه، يدعون الله تعالى خالقهم ومالكهم، وهم أهل لغات شتى وذو ألوان وأحوال مختلفة. كل هذا يذكر بيوم القيامة ومواقفها المهيبة الهائلة، حيث يقف الجميع متذللين مفتقرين لخالقهم مالك الملك الواحد القهار. وأما رمي الجمار إخوة الإيمان والإسلام فلنا فيه حكمة عظيمة أيضا، فعند رمي الجمار يتذكر الحاج كيف ظهر الشيطان لسيدنا إبراهيم ليوسوس له عند كل واحدة، فرماه سيدنا إبراهيم عليه السلام بالحصى كما أمره الله إهانة له. فنحن معاشر أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمرنا بهذا الرمي إحياء لسنة إبراهيم عليه السلام، وفي ذلك رمز لمخالفة الشيطان وإهانته. وكأن الرامي يقول في نفسه للشيطان: لو ظهرت لنا كما ظهرت لإبراهيم لرميناك إهانة لك. وليست هذه الأماكن يا إخوة الإيمان مسكنا للشيطان كما يظن بعض الناس. وإذا ما انتقلنا بعد ذلك يا أخي المسلم لنتحدث عن الطواف وما فيه من حكمة عظيمة، فنقول إن في الطواف إظهار الثبات على طاعة الله، كأن الطائف يقول: يا رب مهما درنا وأينما كنا نثبت على طاعتك. وفيه أيضا تعظيم هذا البيت الذي عظمه الله وأمر بتعظيمه، وهو مع ذلك رمز لجمع قلوب المسلمين وتوحيدها على عبادة الله وحده الذي يستحق العبادة والطاعة. ولذلك يطوف المسلمون حول الكعبة لا عبادة لها، وإنما امتثالا لأمر الله الذي أمر بالطواف حولها وأمر بتعظيمها وجعلها رمزا لتوحيد قلوب المسلمين حولها على عبادة الله الحي القيوم. وكما تعلمون أيها الأحبة الكرام، ليس الله ساكنا في الكعبة أو حالا فيها، لأن المسلم يعتقد أن الله سبحانه وتعالى موجود بلا كيف ولا مكان، وأنه ليس كمثله شيء، ليس ساكنا في الكعبة، وليس ساكنا في السماء، وليس حالا في الأمكنة. بل عقيدة المسلم أن الله الذي خلق جميع المخلوقات لا يشبه المخلوقات، لا يشبه السماء والأرض، ولا يشبه الإنسان، ولا يشبه شيئا. ليس هو جسما، وليس هو ضوءا، وليس له صورة وهيئة وكيفية. وكل ما خطر ببالك يا أخي المسلم فالله بخلاف ذلك، أي لا يشبه ذلك. هذه عقيدة المسلم في الإيمان بالله سبحانه وتعالى، فاثبت يا أخي المسلم عليها، وتمسك بهذه العقيدة التي كان عليها الرسول وأصحابه الكرام، تكن من المفلحين، والله يتولى هداك. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من حجاج البيت الحرام، ومن زوار حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومن التائبين المتقين والهادين المهتدين، إنه سميع مجيب. والحمد لله رب العالمين.